أولا أود أن أقول أننا البعض ربما قد يتساءل ويشكك في أهمية طرح مسألة حرية المعتقد، وهذا الكلام نسمعه كثيرا طبعا في العالم العربي وخاصة في المجتمعات التي فيها تجانس ديني إلى حد كبير، وربما هناك تساؤل ألا يؤدي طرح هذه القضايا إلى مشاكل في المجتمع أو إلى إلهاء الناس عن قضايا المعيشية وغيرها، وهذا تساؤل مشروع، لكنه في الحقيقة إذا تأملنا فيه نجد أنه يفتقد إلى الكثير من العمق، لأن أولاً ليس كل المجتمعات العربية مجتمعات متجانسة أو فيها تجانس ديني كبير جداً. ثانياً أن الأحداث التي عشناها في السنوات الثلاث الأخيرة بيّنت أن الموضوع الديني موضوع مهم جداً وهو موضوع مكبوت إلى حد كبير في مجتمعاتنا، وأنه يمكن أن ينفجر في لحظة معينة، وأننا إذا لم نكن مستعدين لفهمه ولمواجهته بطريقة يعني مجدية فإن هذا يؤدي إلى إضرار كبير في المجتمعات. ونحن نرى جميعاً أن توظيف الدين كان سبب أساسي في تحول بعض حركات الاحتجاج الاجتماعي إلى مشاكل معقدة تصل إلى الحرب الأهلية. وعندما نتحدث عن مسألة حرية المعتقد، هناك كلمة يقع استعمالها لربما تخفيف القضية، وهي قضية الهوية. وفي الحقيقة ما نسميه الهوية هي طريقة حتى لا نسمي الأسماء المسميات بأسمائها، ولا ننظر إلى الأمور كما هي، لأنه في الحقيقة ليس هناك مشكل هوية، وإنما مشكل نزاع بين هويات مختلفة وبين تمثلات مختلفة للهوية ترتبط ارتباطا كبيرا بالدين، سواء في المستوى العام يعني الدين الإسلامي والدين المسيحي، أو وهذا هو المهم في المستوى الداخلي داخل الدين المعين بين المذاهب المختلفة في ديننا المعين. فما نسميه بقضية الهوية في الحقيقة هو جزء كبير منه، هو قضية المعتقد وحرية المعتقد وما العمل أمام وجود معتقدات عديدة أو تمثلات عديدة للمعتقد الواحد، وكيف يمكن التعايش دون أن يؤدي ذلك إلى صراعات اجتماعية أو حتى إلى حروب. وقد بيّنت الاحتجاجات الموجودة في المنطقة العربية والتي كانت كلها ذات أصول اجتماعية كيف يمكن أن يوظف العامل الديني حتى تتحول وجهة هذه الاحتجاجات من طابعها الاجتماعي إلى مشاكل أخرى يصعب حلها فيما بعد. الملاحظة الثانية، أنا أطرح عليكم طريقة ربما هي إجرائية ولكني مقتنع بها فيما يتعلق بما نسميه حق وما لا نسميه حق، وكيف نميز بين الأشياء التي نسميها حق، لأننا في الحقيقة نتحدث عن أشياء كثيرة نضعها كلها تحت مسمى الحق والحقوق، مع أن الأمر يتطلب التدقيق. أنا أميز بين ثلاث دوائر. الدائرة الأولى هي دائرة الحقوق الطبيعية، والحقوق الطبيعية هي الحقوق التي يفترض أن يكتسبها الإنسان أو يتمتع بها بصفته إنسانا، وبصرف النظر عن كل العوامل الأخرى وعن كل الارتباطات الأخرى، وهي بالضرورة ستكون محدودة. لكن بما أن الإنسان قبل أن ينتمي إلى قبيلة وقبل أن ينتمي إلى دولة وقبل أن ينتمي إلى شيء آخر هو إنسان، فإن المفروض أن تكون لهذه الحقوق بالذات الأولية. فهذه هي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية هي التي أسميها الحقوق التعاقدية، وهذه الحقوق هي مجموعة من الحقوق التي يكتسبها الإنسان بصفته ينتمي إلى مجموعة معينة إلى المجتمع، وهذه ما يدخل فيها حقوق المواطنة. فحقوق المواطنة ليست من الحقوق الطبيعية كما هو منتشر كثيرا في مجتمعاتنا. الحقوق المواطنة هي جزء من الحقوق التعاقدية، وبما أن الحقوق التعاقدية تأتي في المستوى الثاني
فأن المفروض أن لا تتعارض مع الحقوق الطبيعية، لكنها قد تتدخل لتنظيم ما يترتب على الحقوق الطبيعية عندما يعيش الإنسان في مجتمع. على سبيل المثال، وهذا هو لب الموضوع بالنسبة لحرية المعتقد، حرية المعتقد في المطلق هي من الحقوق الطبيعية، إذا يكتسبها الإنسان بصفته إنسانا. الحقوق التعاقدية قد تؤدي إلى تنظيم ممارسة حرية المعتقد، يعني أن الإنسان مثلا هو من حقه أن يكون حرا في معتقده، لكن ليس من حقه مثلا أن يذهب أمام مسجد مثلا ويعني يقول أشياء تستفز مثلا الناس الموجودين في المسجد، أو العكس بالعكس. إذا فحرية المعتقد هناك حق طبيعي، لكن هناك فيما بعد العديد من التنظيمات التي تدخل في الإطار التعاقدي العام. هذه المسألة مهمة جدا، وينبغي أن ندرك أن أصل الجدل في المجتمعات العربية وفي الفكر العربي والصعوبة التي نجدها حتى نصل إلى توافقات تترتب على الخلط الذي يحصل بين المستوى الأول، مستوى الحق الطبيعي، ثم المستوى الثاني فيما يتعلق بالحقوق التعاقدية. فليست الحقوق التعاقدية في ذاتها حقوقاً طبيعية. نفس الشيء يمكن أن نأخذ مثال آخر فيما يتعلق بحق الحياة. يعني حق الحياة هو حق طبيعي. فيما بعد سيطرح موضوع مثلاً موضوع الإعدام، ما هو الموقف من عقوبة الإعدام. يعني عندما نطرح الموقف من عقوبة الإعدام، الأمر الرئيسي والأساسي هو أن نتبين كيف ينبغي أن يحصل النقاش. هل أننا نناقش مسألة عقوبة الإعدام على أساس أن هناك مرجعية أعلى من الحقوق الطبيعية ومن حق الحياة، أم أننا نناقش قضية الإعدام بطريقة ميدانية، يعني أن نطرح السؤال هل تنفيذ حكم الإعدام يخفض من الجريمة أو لا يخفض من الجريمة؟ إذا ثبت أن حكم الإعدام لا يخفض من الجريمة، أصبحت عقوبة الإعدام ليس لها أي موجب وتصبح متعارضة مع الحق الطبيعي. إذا ثبت أنه بدون حكم الإعدام سترتفع الجريمة ارتفاعاً كبيراً إلى غير ذلك، يمكن آنذاك أن نتساءل. ولكن ما يحدث في المجتمعات العربية هو أننا لا نطرح المشكل بهذه الطريقة، وإنما نطرح المشكل بأن هناك منظومة حقوقية معينة ضد منظومة أخرى، وبالتالي تؤدي إلى أن حق الطبيعة يسقط مباشرة لمجرد الاعتماد على منظومة أخرى سأتحدث عنها. المجموعة الثالثة هي التي نسميها كثيرا الحقوق، وهي الحقيقة ليست حقوق، وهي المطلبية والامتيازات. المطلبية والامتيازات بمعنى أن أشخاص من حقهم أن يطالبوا بأن تصبح لهم حقوق، لكن طالما هذه المطالبات هي ما زالت لم تدخل التعاقد العام المعترف به في المجتمع، فهي تكون مطالبات وليست حقوقا. ونفس الشيء أيضا بالنسبة للامتيازات، هناك مجموعات اجتماعية كبيرة تتمتع بامتيازات، وهذه الامتيازات تصبح لدى هؤلاء بمثابة الحقوق، هم يعتبرونها حقوق. في الحقيقة لا الامتيازات ولا المطلبية حقوق طالما لم يقع تشريعها في إطار التعاقد العام. لماذا؟ لأن هذا النوع مما يسميه أو يعتبره أصحابه مشروعا وحقوقا، وهذا مفهوم من الناحية الذاتية، يتطلب أيضا أن يقع المس بحقوق أطراف أخرى. مثلا الشخص الذي يريد تعويض مثلا على شيء معين، يريد ان يقع تدعيم ماده معينه، ماده استهلاكيه معينه، هذا صحيح من حقه هو ان يتناول تلك الماده، لكن في الحقيقه الدعم لن ياتي من السماء، سياتي من الضرائب، وبالتالي سياتي من اخذ من حقوق اشخاص اخرين. اذا هذه المسائل يعني ما دامت في طور المطلبيه والامتيازيه ليست حقوق، تتحول حقوق فقط اذا ما تحولت الى الدائره الثانيه التي تحدثت عنها، الى الدائرة التعاقدية التي تكون في شكل دستور أو قوانين أو معاهدات بين الأطراف الاجتماعية أو إلى ما ذلك. المشكلة اليوم أننا نحن نغلط الكثير من هذه الأمور، وهذا الخلط هو الذي يؤدي إلى
عدم الاتفاق في النهاية. يعني على سبيل المثال، إذا الحق في مثلا في العمل أو الحق في التعليم ليس بمعنى أن كل شخص سيعطى عمل، ولكن بمعنى أن مثلا في الوظيفة العمومية تكون هناك مناظرات شفافة، يمكن لأي شخص استوفى شروطا معينة مثلا لديه شهادة معينة أن يتقدم إلى تلك المناظرات، وليس معنى ذلك أن مباشرة كل شخص له شهادة له موجود ويريد عمل أن يعطى مباشرة هذا العمل إلى غير ذلك. هل هذا الخلط إذن هو الذي يؤدي إلى كثير من المشاكل اليوم في دول الربيع العربي، وحتى التي تؤدي أحيانا إلى أن دساتير الربيع العربي تكون دساتير أحيانا في بعض فصولها تشبه البرامج الانتخابية، لأن فيها الكثير من الوعود، وهذا أمر مضر على المستوى على الأمد البعيد. لماذا؟ لأنه عندما يوجد شخص رجل سياسي أو حزب سياسي يأتينا بوعود انتخابية نصدقه، ثم نكتشف أنه لم ينفذ هذه الوعود بعد سنوات، فإننا عبر الانتخابات يعني ننغي وننتخب لحزب آخر. الدستور هو ليس حزب، وليس لا يمكن أن نتعامل معه بهذه الطريقة. فتمطيط كلمة حق كما يقع في الدساتير التي رسمت بعد الربيع العربي فيه مشكل، وهو أنه كلمة حق نفسها ستصبح يعني كلمة ليس لها عمق لدى الناس، لأنها سترتبط لديهم فقط بالوعود، في حين أن الحق ليس مجرد وعد انتخابي. لهذا مثلا نحن لدينا في تونس عندما نقرأ الدستور التونسي الجديد، يعني فيه كثير من هو دستور جيد، ولكن في هذه الناحية بالذات يعني فيه مشكلة، لأنه فيه العديد من الوعود التي لا يمكن لا لتونس ولا لألمانيا ولا للولايات المتحدة أن تنفذها، لأنها شيء يعني يتجاوز الممكن. يعني مثلا هناك فصل يقول أن الدولة تضمن التعليم في كل تعليما جيدا في كل مراحله، يعني من الابتدائي إلى التعليم العالي، وهذا أمر يعني غير معقول، ولا يمكن لأي دولة تقوم بذلك، ولا توجد أي دولة تقوم بذلك. فهنا الخلط، التعليم ينبغي أن يكون حقا في مستوى معين، يعني في مستوى الذي يسمح للإنسان بأن يكون إنسانا وأن يكون مواطنا، يعني تعليم القراءة والكتابة وغير ذلك، كلا التعليم الأساسي يعني ما نسميه. أما فيما بعد هل يصبح الإنسان مهندسا أو يصبح طبيبا أو يصبح شيء آخر، هذه مسألة ينبغي أن تكون مفتوحة وكل شخص وقدرات إلى غير ذلك. فالخلط بين هذه الأمور، الخوف هو أن تؤدي فيما بعد يعني إلى نوع من يعني انهيار أهمية كلمة حق. يعني كان لدينا مشروع في الدستور التونسي وقع عليه جدل كبير، ومن حسن الحظ انهم الغوا الفصل، هو فصل يقول الحق في الزواج. طيب انا اذا كان لدي الحق في التنقل وذهبت في المطار ووقع منعي من السفر دون حق لانه ليس لدي حكم ضدي، اذهب الى القضاء واشتكي للسلطات التي منعتني من السفر. لكن اذا رايت فتاه جميله واردت ان اتزوج بها ورفضتني، هل اعطيها الدستور واطلب منها واذهب الى المحكمه الدستوريه حتى تزوجني؟ فهذا الخلط يعني هذا التداخل في مفهوم الدستور يؤدي يعني الى ان مشروعيه كلمه حق واهميه كلمه حق والثقل المعنوي لكلمه حق س يعني تصبح ضعيفه في المجتمع. مع ذلك الدستور التونسي دستور جيد، لانه الى حد الان الدستور الوحيد الذي تضمن حريه الضمير اضافه الى حريه المعتقد، بمعنى ان يوجد الانسان في ديانه معينه فانه تضمن حريه الضمير التي يمكن ان تؤول على انها حريه الانسان في ان لا يكون له دين او في ان يتخلى عن الدين الذي ولد فيه. الملاحظة الثالثة فيما يتعلق بالمسار الأمريكي، أود هنا بسرعة أن أشير إلى شيء معين. طبعا جيفرسون وبنك إخوان الأمريكان لن أغامر بأن أتحدث عن جيفرسون نفسه والعقلية الأمريكية، لكن جيفرسون من جهة أخرى لم يأتي هكذا من لا شيء، لقد أتى من فلسفة الأنوار.
جيفرسون كان مولعا بفلسفة الأنوار وبالأدب التنويري الفرنسي إلى غير ذلك. فالتصور الذي نجده في الحقيقة في وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكي هو تصور لوك وتصور التنويريين الفرنسيين، وهو تصور قائم على مسألة الحق الطبيعي وعلى أن الإله الذي يذكر ثلاث أو أربع مرات أظن في وثيقة الاستقلال هو إله الفلاسفة، هو إله الطبيعة وليس إله الأديان وإله الشرائع. هذه الفكرة يعني هي فكرة قد صاغها فلاسفة الأنوار، وجيفرسون كان يكتب هذه وثيقة الاستقلال من منطلق هذه الفلسفة، فلسفة الأنوار. بل ربما أنا أعتقد أنني كعربي أجد أنني أثرت ربما بطريقة غير مباشرة وبعيدة في جيفرسون، وذلك من خلال مفهوم قد نفت النظري وهو مفهوم السعادة. مفهوم السعادة الذي يضعه جيفرسون مع الحياة ومع الحرية ومع السعادة، هذا مفهوم موجود بكثرة لدى فلاسفة الأنوار، وهو مفهوم يعود بأصوله إلى الفلسفة اليونانية وقد وصل إلى أوروبا عبر الفلسفة العربية التي اهتمت كثيراً بمسألة السعادة. ومفهوم السعادة لدى الفلاسفة العرب هو المقابل لمفهوم الخلاص الديني والسلوك. رجل الدين يتحدث عن النجاة والخلاص المرتبطة بالمعتقدات، والفيلسوف يتحدث عن السعادة التي هي مفهوم مدني وليست مفهوماً دينياً. فهناك إذن تصور معين، وأقول هذا الكلام لأن اليوم لدينا العديد من البلدان في تونس، هناك من يقول، وكانت هناك نوع من إشارة في الصباح المسألة، هناك اللايكية الأوروبية واللايكية الأمريكية، وأن العلمانية الأمريكية علمانية مؤمنة، ودليل على ذلك أن جيفرسون يتحدث عن الله، إذن فنحن أيضا نستطيع أن نتحدث عنهم، ولكن لأن جيفرسون يتحدث عن إله الطبيعة ولا يتحدث عن إله معين، وأن الأمريكان عندما يتحدثون عن الإله فإنهم يتحدثون عن إله يقبل بأن يكون إلها في أديان متعددة، وليس فكرة الألوهية التي تستتبع فيما بعد بالضرورة العديد من التشريعات التي تستعمل لمناقضة الحقوق الطبيعية. لأن في الحقوق الطبيعية مثلا إذا أخذنا حرية المعتقد، ما هي الحجة التي تستعمل دائما في البلدان العربية لتكون ضد هذه؟ وهو الحجج التي تعتمد الفكر الديني السائد. وأنا أقول الفكر الديني السائد يعني أعتقد أن الإسلام مع حرية المعتقد، ولكن الفكر الديني السائد هو يعتبر أنه لا يمكن للإنسان أن يخرج عن الدين أو أن يختار الدين. ولهذا في الإعلان العالمي لحقوق منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هناك بندان قد أثار الكثير من الجدل، وهو البند المتعلق طبعا بحرية المعتقد، والبند الثاني هو مسألة الزواج، حرية الزواج. نفس الشيء لأن يعني حرية الزواج تتحدد بالعامل الديني. ولهذا منذ مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان البلدان الإسلامية التي كانت موجودة هناك إما أنها صوتت ضد هذين الفصلين في الإعلان العالمي، أو أن بعضها قد احتفظ بصوته، في كل الحالات لم يصوتوا لهذين المسألتين. في كل الحالات البداية مسألة حقوق الإنسان في العالم العربي لم ترتبط بالتجربة الأمريكية وعادتها حتى في المغرب، لأن أمريكا جغرافيا كانت بعيدة عن الأنظار في القرن التاسع عشر. في الحقيقة أن هذه المسائل حقوق الإنسان سوف تدخل أساسا في مجال الفكر العربي بعد نشأة الدول الحديثة، وبالتالي ستدخل أساسا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نرى أن هناك حقوق طبيعية ثم هناك حقوق أخرى التي هي يعني لا تصنف ضمن الحقوق الطبيعية، ولكن
التي هي تعتبر وسائل ضرورية ولا بد منها وحتمية للوصول إلى تلك الحقوق الطبيعية. فالإنسان مثلا حتى يكون إنسان ينبغي أن يتوفر له التعليم إلى حد معين، ينبغي أن يكون التعليم مضمون، وينبغي أن تكون الصحة مضمونة إلى حد معين، لكن ليس مع ذلك أن يبقى الإنسان في بيته وأن الدولة هي التي ستوفر له كل شيء أو أن المجتمع سيوفر له كل شيء. ومن هنا مسألة هذه المبادلة نوعا ما التي وقعت بين الدولة وبين المواطنين، في الحقيقة كانت في التجارب العربية كانت أساسية ليقبل الناس هذه المبادئ الجديدة لحقوق الإنسان، باعتبار أنه عكس الوضع الأمريكي الذي كانت الدولة الأمريكية الجديدة تنشأ من الفراغ من لا شيء من الهجرة، في البلدان العربية كانت الدولة تحاول أن تسيطر وتصبح هي المؤسسة الأقوى في منافسة مع المؤسسات التقليدية، ولهذا السبب فإن جسم الدولة نشأ متغولا وكبيرا في العالم العربي، وهذه يعني لم تكن في ذاتها شيء ضد الحرية، وإنما في ذاتها كانت ضرورية حتى يقع التقليص من تأثير وأهمية المؤسسات التقليدية في المجتمع وحتى تنشأ المؤسسات الحديثة. فالمشكل ليس في الدولة نفسها ولا حتى في هذه الحيلة، حيلة التاريخ كما يقول هيجل، التي استعملتها الدولة حتى تجعل الناس يقتنعون بالقيم الجديدة مثل المواطنة ومثل القانون والدستور وحقوق الإنسان وغير ذلك، وهي أن الدولة تعطيهم مجموعة أو تتكفل لهم بمجموعة من الخدمات مقابل أن يقبلوا هم الانتقال من الروابط الاجتماعية التقليدية القديمة إلى الروابط الحديثة القائمة على المواطنة والولاء للدولة وكل هذه الأمور. يبقى أن هذه الدول مع الأسف لم تنجح في التطور فيما بعد، وتحولت قطعتين، تحول هذا الولاء للدولة بصفتها مؤسسة حديثة إلى ولاء لأنظمة معينة وأحزاب معينة أو فئات معينة، مما جعلنا نبتعد أكثر وأكثر عن الحقوق الطبيعية مثل حرية المعتقد، لأن أصبح هناك مزايدة من الدولة بمعنى الحكام والمعارضين للحكام، كل منهم ينبغي أن يجد الطريق الأسهل لإثارة رضا الناس، وذلك إما بالوعود التي لا يمكن أن تنفذ أو بتضخيم القضايا الهوية الجمعية على الحق الفردي للإنسان في المعتقد أو في الزواج أو في أشياء من هذا القبيل، مما أدى إلى حلقة مفرغة نرى تبعاتها حتى مع هذه الثورات العربية، وعلى الأقل مع بعضها، التي بدل أن تتجه نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية التي كانت منطلقها الحقيقي انحرفت نحو قضايا أخرى، وأحياناً وصلت إلى حدود الحروب وغير ذلك، وبالتالي فإنها أحياناً ضيقت أكثر وأكثر من مجال الحقوق الطبيعية وحتى من مجال الحقوق التعاقدية لصالح المطلبية ولصالح الشعبوية. ومن هنا عندما نطرح قضية حرية المعتقد لا نطرح شيء يعني كمالي ومجرد ولا يهم فقط المثقفين، إننا نطرح موضوع في الحقيقة هو يسير بطريقة ويؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في كل المسارات التي تعيشها مجتمعاتنا وشعوبنا.